السلام عليكم وبداية مقلب جديد وضرب نار. رجعنا لكم تاني بأقوى حرب من المقالب. فيديو النهاردة هيبقى فيديو مختلف وفيديو أول مرة تشوفوه على اليوتيوب. المفروض يا جدعان فكرة الفيديو النهاردة المفروض إن أنا جايب شمع. المفروض قبل بس ما نعمل المقلب لازم يعني الحبكة دي اللي هتظبط المقلب. المفروض إن أنا جايب شمعتين وجايب علبة كبريت توتو على كبوتو بخمسة جنيه. الفيديو ده كله مكلفني 7.5 جنيه. المفروض يا جدعان بس قبل ما اقول لكم يعني على التفاصيل الجاية، لو انت مش مشترك في القناة انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب للقناة واعمل لايك للفيديو ده. عايزين نتم ال 50,000 كده قبل رمضان، نخش رمضان كده ايه واحنا معانا 50,000 عشان عايزين نجيب درع اليوتيوب بقى، عشان احنا رجعنا الايام الجاية لا فيها راحة ولا بالراحة. المفروض يا جدعان ان انا دلوقتي هحاول اتصل يعني بيسو، المفروض ان انا هحاول اغير صوتي، هقول له المفروض الفكره ان انا هبقى يعني والعياذ بالله المفروض ان انا هبقى ايه يعني اشتغلت تبع الدجالين وبقيت دجال وبقيت اعمل اعمال، استغفر الله العظيم. كل ده بس مقلب، والله العظيم الغرض من الفيديو ده مقلب بس مش اكتر. المفروض يا جدعان ان انا هوقف وهحاول بس ايه هفكر كده هجيبه ازاي وارجع لكم تاني. المفروض يا جدعان ان ده رقم جديد، الخط اللي موجود في التليفون ده رقم جديد لسه جايبه من واحد صاحبي. الو السلام عليكم. مين؟ هلا بيك. مين؟ هلا بيك. هلا بيك. هلا بيك. مين معاي؟ انا دجال. هأذيك يلا. بص ركز معايا. يا حلو انت اتكلم ده الكلام. ركز معايا. اخوك يا بيه التقوا بيسو. التقوا بيسو يلا. ايوه. طب اخوك بقى دجال. بص عليه. السلام عليكم. اطلع له على السلطه. المفروض كده المفروض والله العظيم زوري المفروض ان انا غيرت صوتي على قد ما اقدر. المفروض ان انا دلوقتي هبتدي اولع الشمع والمفروض ان انا دلوقتي اخلي السيد ينزل اي حاجه. بص انت ركز معايا كويس لان انت المفروض ان السيد ابن عم اللي بيصورني الفوتوغرافر اللي هيخلي ده الفوتوغرافر بتاعي يا جدعان. ركز بقى معايا. بص انت هتعمل ايه معايا. بص انت هتنزل عادي طبيعي ولا كاني في اي حاجه. بص فبعدين هو هيلاقيك هيقول لك تعالى معايا. فاول يعني ما هو مش هيقول لك اكيد صور، انت افتح الكاميرا من نفسك. ما تستناش لو قال لك صور افتح الكاميرا واطلع وانت بتصور ماشي، واطلع عادي ولا كانك ولا كان انت كنت معايا. يلا دلوقتي انزل. ايه يا ابني بتصور ليه؟ في واحد كلمني على اخوك في السطح بيعمل اعمال. ما هو برضه واحد لسه مكلمني على اخوك في السطح وبيعمل اعمال. طب تعالى نطلع نشوف انت اللي عامل مقلب شكلك متحور وماسك الكاميرا او بتصور. انا بصور اللي يكون في حاجه حقيقه. بس ان انت اللي بتعمل مقلب ما اعملش مقلب. انا لسه طالع. انا عصبي صح؟ اه مسافه لما بيكلمني كده راح جايه في السكه. قفل السكة على طول. ماسك شمعتين ورا تعمل زو. ميه
وقال لك اللي كلمني. بقول لأخوك اشتغل مع السحر. مش بيسو ده؟ باين من شعره. يا لأخي الكورا ابعد ابعد. فين يا ابني؟ فين يا يالا؟ ولا عم الصوت وكان مش ده الصوت اللي كلمني برضه. مين؟ عزيك ايه ايه تعال 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 الواد ده انا ابتديت اخاف منه. ابتديت اخاف منه الواد ده بيعمل حاجات غريبة. بقاله كام يوم بيعمل حاجات غريبة كده. انا بقيت اخاف منه. سكة على الدغري شوية اعمل سلمنا بتاع على وشك. في الاخر اتحولت لزومبي. الواد ده انا بقيت اترعب منه. الواد ده ملبوس. انت على الواد ماسك الشمعة واقف ازاي؟ ولا هو عينه سودا؟ انا عايزك تعمل زوم عليه كده. اعمل زوم عليه. مش باين. خلي فوق السيزم تحط ايد على طبعا. تعالي صوب عليك. بس قرب يا قرب مننا. عزيك ارجع على عزيك. بس اقرب لنا. بس بتاع بس وقف ازاي سيد. انا اخش عليه يا ابني. عزيك قلبي تعطب اهي. عن ان احنا دلوقتي هنخش على الضحية رقم 2 وهو اليس. المفروض اليس ده اشجع قلب فينا. عيل قلبه ميت. الواد ده ما بيجليش من اي حاجة. فلاش باك برضو فيه في مقلب الزومبي. ده يا جدعان ان انا دلوقتي هرن على الضحية رقم 2. مفروض محمد ياسر ده انا قلتلكوا القلب الميت. القلب الميت بتاع التيم دلوقتي هنرن عليه. مفروض ان انا هكلمه بصوتي بقول له اطلع لي عشان بشيل حاجة وعايزك تشيلها معايا وكده. انما مش هكلمه بصوت الدجال ده عشان هيخاف. لو قلت له تعال عشان في دجال مش هيجي. يا حبيب اخو اليس اللي في القلب. بقول لك يا حبيب اخو انا بس على السطح وجايب حاجات تقيله كده عايزك تيجي تساعدني عشان انت فورمه. فورمه؟ مش قادر والله. ايه مش قادر؟ طب عشان خاطر. يلا في السريع بقى والله ما نتاخر. يلا بس 5 دقايق انا مستنيك على السطح. طب اخوك فين؟ يلا بس بيجيب حاجات. يلا ماشي. يلا مفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي في مسار الضحية رقم 2. مطلوب بقى هنا يعني المرحلة دي بقى اصعب مرحلة عشان الجو بيبقى هوا وكده فبتقعد تدفي وبتدوح طول النهار. بس المفروض بصوا ان هي كده وقت. والله العظيم يا جدعان انا تعبت في الملعب في المقلب ده واتلسحت والله. بصوا بتاع كل شوية تنزل عليا دي فتحضروا بقى ولايك. والله اول لسحة لايك بقى للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب. المفروض ان انا دلوقتي في انتظار اليس. ابيسو انت مين يا عم انت؟ مين؟ اقعد
ورايا طرموطة طرموطة اهي طرموطة. ارجع يا ابني اللي هنا، ارجع ولا لا ارجع ارجع انت فكرنا ارجع على ارجع انت كسر على دماغك ارجع. اوعى ترمي مين انت بتضرب مين مين يلا يلا بي سلام ليه يلا انت يلا ايه 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 الواد ده واحد يا جدعان مش قادر. اوه انا حاسس ان اول مره يا ابني يا مقلب يا تيجي انت في المره عايز سيب انت من قلبي يا عم وي لا تبلا تبلا وي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه عشان والله العظيم اتبهدلت جامد في الفيديو ده ويدي الدشمله. المفروض يا جدعان هنرجع لكم بمقالب اقوى ومقالب طرش. المفروض كده ان انا منتظر رد فعلكم. المفروض يا جدعان ان انا هفضل انكشهم وهفضل انكشهم عشان مش احلهم. لو الفيديو عجبكم لايك وسبسكرايب لينك قناه تانية تحت في الديسكريبشن ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ايوه حبيبي.